السلام عليكم. طلبتي أعزاء في قسم علوم الحياة جامعة بغداد. في محاضرتنا السابقة تكلمت عن موضوع الـ if statement، وكان المثال هو عن الـ traffic light وعن الألوان. يعني فقط كنا نتعامل بالتكست مو بالأرقام. يعني كان لون أحمر يقول لي توقف، لون أخضر يقول لي go، أو لون أصفر كان يقول لي انتبه. في هاي المحاضرة راح نعطي أمثلة بأرقام. هاي المحاضرة طبعا أنا شرحت لكم إياها بالمختبر في وقتها، وطلبت من عندكم أن تطبقوها بالمختبر، واللي ما صار المجال كان المفروض يطبقها بالبيت اللي عنده حاسبة. اللي يهمني أنه هذا الجدول أعتقد واضح، أنه 7 مواد: عربي، إنجليزي، بيولوجي، رياضيات، فيزياء، كيمياء. هاي المواد دا نحسب لها average، وعندي مجموعة من الطلاب، هذا أول شيء أحمد بعدين زيد، ونفترض أنه المجموعة كبيرة من الطلاب. اللي يهمني أنه الجدول هذا ما تكون بدرجة رسوب، على سبيل المثال هنا 8، راح من خلال الـ conditional formatting راح يخلي ليها لونها أحمر، وما يحسب لي الأفرج بعدين. هاي إن شاء الله نتكلم عنها بالمحاضرات المقبلة عفوا. وأيضا من أدخل درجة بالسالب يقول لي ترى هذا خارج النطاق المسموح، أو إذا دخلت درجة أكثر من 100 أيضا يقول لي هذا خارج النطاق المسموح. يعني حتى لو هاي شلت السالب فأيضا راح ينبهني. وأكيد هذا أيضا بالconditional formatting راح أميزه. شلون هذا أسوي؟ هذا أقدر أسويه من خلال سيلكت الدرجات اللي أريدها، وأروح على conditional formatting، وإذا كنت أريد أكثر من 100 أنا أدي greater than highlight cells rules greater than، وأحدد إذا كان greater than شنو أكتب 100. عند هاي الحالة راح يصير لونه هذا الشكل. وكذلك أكو طريقة بالنسبة للأرقام اللي بالسالب مثل هذا 66 أيضا. طبعا أنا أسوي سلكت لكل درجات الطلبة، إذا كان عندي 20 طالب كل درجات الطلبة، وأروح على conditional formatting على sales rules، وأروح على less than أقل من. هنا أقل من قد بالسالب؟ أكيد أقل من صفر، أكتب صفر. وعد هاي الحالة راح يخلي لي كل رقم من الأرقام إذا كان أكبر من 100 أو أقل من صفر بهذا الشكل. أما درجات الرسوب مثلا هاي الدرجة أسويها درجة رسوب بس الرقم يصير أحمر. شلون هذا الشيء أسوي؟ هذا أيضا شرحته بالمحاضرات السابقة. أسوي سلكت لكل الخلايا، طبعا هنا نسوي بس مجرد دا أوضح لكم شلون أسوي. أختار highlight cells rules وأقول equal to، عفوا مو equal to، between. درجات الرسوب راح تكون between شنو شنو؟ between 0 و 5، عفوا 49. ومنا format with راح أجي custom format، يعني أتحكم بالفورمات مالتي. مثلا أختار اللون الأحمر للفونت، بعدين أجي بالفول ما أخلي يكون لونه وردي، وإنما أخلي not full. بهاي الحالة من يقول له أوكي راح شي يسوي؟ هاي طبعا مسوي لايك، ما راح أسوي، راح يخلي بس التكست لونه أحمر. اللي يهمني هسه نتكلم عن الإف وناخذ مثال. إذا هاي طبعا كانت درجة مثلا 50 صار تقدير بي، إذا هاي كانت بحدود 60 ومثلا هاي كانت 56 صار تقدير سي. هاي طبعا اللي يسويها أكيد إلى زيادة أكثر مما يتوقعها، يعني يكون جدول ذكي بحيث يقدر يعرف التقدير مع الطالب، ويقدر يعرف out of range إذا كانت درجات أكبر من 100 وأقل من 0. وبنفس الوقت يعني اللي يقدر يسوي جدول ذكي مثل هذا قبل ما أوصل ما أني أشرح بالمحاضرات القادمة. زين،
هسه نجي لو افترضنا انه هاي 100 وهاي كانت 90 وهاي كانت 80، هاي يصير تقدير اي طالب. اللي يهمني حسوي شرط فقط على الرقم، لو جيت وحطيت يساوي وخليت اف ستيتمنت، اذا كانت هاي الدرجة شبيه هاي الدرجة، اذا كانت اكبر او تساوي 50، عد هاي الحالة طلع لي عبارة نصية شو تقول، مختصر لكلمة success. ف سوي لي اياها شكلها. اذا سديت القوس لحد هنا راح يطبق فقط اذا كانت اكبر. اذا احنا نريد حالة الاخرى فنحط else عدا هاي الحالة، فراح نكتب فارزة، ايضا نحتاج quotation لانه عبارة نصية، فاكتب fail رسوب. اذا كانت الدرجة مو اكبر او تساوي 50 فهي اكيد مو success، فنروح على else اللي هي fail. سد القوس طي انتر. الدرجة هاي اكيد هي 90، احنا نتكلم عن ال E4، ال E4 اللي هي هاي. زين لو هاي كانت 49 راح يقول fail، لو هاي كانت 20 تبقى fail، 73 success، 10 fail. اي درجة نجاح راح تكون success. هذا الشرط ده يتعامل مع text، يعني يتعامل مع رقم لكن النتيجة يا أما success يا أما fail. هذا الشرط بإمكان مو بالضرورة أتعامل مع أكبر يساوي، أقدر أقول إذا كانت أكبر، لكن في هاي الحالة أكبر من شنو؟ أكيد مو أكبر من 50، أكبر من 49. هذا نفس الحالة، أي درجة أكبر من 49 فهي درجة نجاح، لو بابا success. بينما إذا هنا أحط 49 راح يكون fail. نرجعها مثل ما كانت. أني هذا مو هو اللي يهمني، اللي يهمني شلون أعرف حاليا في هاي المحاضرة، اللي يهمني كم درجة واقع هذا الطالب. هذا الطالب أحمد ما واقع بولا مادة، صفر. أما الطالب زيد واقع بكم مادة؟ بثلاثة. لو افترضنا إنه هاي كانت درجة نجاح، الثلاثة هاي المفروض شو تصير؟ 2، تعطي 50 إنتر، صارت 2. زين شو نسوي؟ أنا عندي خلايا حقيقة خافيها، رايت كليك انهايد وأعيد كتابتها أمامكم وكلير كونتينتس. هسه أجي أكتب يساوي وأحط إف وأفتح قوس. أول خلية هنا بالنسبة للمادة العربي الطالب أحمد هي بالدي 4، فأكتب عفوا بدل ما أكتب أختارها. وهاي ايش بيها الدي 4؟ اذا كانت انا بدي اعرف اذا كانت راسبه، اذا كانت اقل، اذا كان اقل من شقد، اذا كانت اقل من 50، عد هاي الحاله تضيف لي واحد، اذا لا فقي صفر. ممكن ان اتجاهل الصفر لكن انا خلي حتى ما اخطا، يعني اذا لم يكن واحد فهو صفر. ست قوس انتر. المية هي درجة نجاح فبالتالي بقى صفر. زين لو اجي اجور هاي 2 3 4 5 6 على عدد المواد، يعني المواد عندي هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 مواد. زين هسه هاي كل المواد صفر، يعني لو كانت هاي 90 9 انتر، شوفوا هذا صار 1. لو كانت هاي 80 مثلا 8 هاي ايضا صارت 1. شوفوا هاي قبل الاخير اللي هي هاي قبل الاخير اللي هي هاي هذا الرقم يمثل مادة الفيزياء، أما هذا الرقم يمثل مادة الإنجليزي. فالنتيجة إنه هذا الطالب واقع بمادتين. إيش دا يصير؟ كل ما هنالك العمود S دي يسوي summation من أول مادة لحد آخر واحدة، يعني من أول معادلة نهايته. يعني لو أجد هو دبل كليك أباوع sum element من ال L4 الى حد Q4، كل ذني الصفار والواحدات بيتشيك لي كم مادة واقع بيها هذا الطالب. يعني لو ضفنا مثلا هاي المادة كان ماخذ مثلا 17 فصار واقع بثلاث مواد،
طيب زين، بالنسبة للطالب زيد نفس الشيء، بس مجرد أسوي سيلكت هاي وأختار هذني وأنزله، حسب لي إنه هذا الطالب واقع بمادتين اللي هي الـ17 و السابستوستي. طبعا السابستوستي في الرقم غير منطقي، لذلك كاتب لي out of average of range، وحاط لي داش للافريج ما حاسبه، وحتى تقدير الطالب حاط لي داش. زين، اللي يهمني بالنسبة للحالة الأولى مع الطالب أحمد، يعني هنا كم مادة واقع هو؟ 3، 1، 2، 3، يعني هاي لو كانت 87 صار واقع بشقد؟ باثنين. لو كانت هاي 90 صار شقد واقع؟ بمادة واحدة هذا الطالب. زين، هاي لو كانت 50 فهذا الطالب أحمد واقع ناجح عفوا بكل من 0 من المواد المجموع مادة. زين، سلكت هذني ما احتاجهن، يعني ما احتاج اظهرهن اذا اسوي جدول ذكي يحسب هايد، سوي باو على جدول هنا من اغير الدرجة رأسا يحسب لي التقدير دي غيره. هذا ان شاء الله بالمحاضرة القادمة، او يكون واجب وعليه تقدير اكيد اللي يحله لزيادة اكثر مما يتوقع. اللي يهمني في هاي المحاضرة فهمتوا الاف ايش دي يسوي، شلون استثمرت الشرط البسيط هذا بالبداية تعلمته واللي قبل تعلمته عليه بالموضوع الترافيك لايت، شلون هسه سويناه بدل ان نسوي اكبر استعملنا الاقل وخلينا واحدات وصفارة مثل ما شفتوا بالارقام المخفية هنا، وقدرنا من خلالها نجمع الاصفار والواحدات حتى نعرف هذا الطالب كم مادة واقع. يعني هاي اذا كانت 15 فهذا الطالب بدل 2 راح يكون واقع، عفوا مو 51، 15، فأكيد راح يكون واقع بتلف مواد. أتمنى إنه الشرح كان واضح، و تشوف لازم تشوفون المحاضرة السابقة أو المحاضرات الثلاثة السابقة حتى يكون بالنسبة لكم هاي المحاضرة واضحة، لأن يعني المحاضرة تعتمد على محاضرة، كل محاضرة هي أساس المحاضرة اللي بعدها. إذا عندكم استفسارات أنا موجود وياكم إن شاء الله لحد ما نخلص المواضيع اللي أصلا شرحيها هاي. هذا الموضوع أنا شرحه بالمحاضرة المختبر، ولكن للأسف كان حضوركم ضعيف في وقتها، لذلك أنا حبيت أن أعيد هذا الموضوع المهم جدا وراح يجي أكيد عليه أسئلة. تحياتي للجميع، كان معكم سيف بشير.